عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بكم بألف خير وعلى خير. اذا طاولة الطبخ رجعت لكم بواحد الوصفة اللي هي صحية جدا، ونتمنى انها تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. ما فيهاش محتويات كبيرة او لا غالية، محتويات بسيطة موجودة في كل ثلاجة ديال منزل طبيعة الحال. هاد المحتويات اللي هي بسيطه غادي نديروا بها واحد الكيكه اللي هي صحيه وغنيه بالمحتويات. اذا بقاو معايا حتى لاخر الفيديو، وهيا بنا نمر الى طريقه تحضير الكيكه ديالكم. طبيعه الحال العنصر الاساسي فيها هو الشوفان. الشوفان دابا ولا داير واحد الضجه في المواقع السوشيال ميديا، يعني كلشي الناس ولات كتعرف الفائده ديال الشوفان، لان بداو مجموعه ديال الاطباء كيتكلموا عليه رغم انه كان موجود منذ القدم وكانت الناس كتناولو في الوجبات ديالها، ولكن حنا بعدنا على الاكلات الصحيه ولينا كنمشيو غير ديك الاكلات اللي هي الجاهزه واللي عامره بالمواد المحافظه. اذا هذيك بين قوسين اشاره فقط. اذا شنو عندي هنا في المحتويات؟ عندي جوج كيسان ديال دقيق ديال الشوفان، كان عندي شي الشوفان هكذا يعني رقيق شويه، وانا زدت طحنته، طحنت جوج كيسان، عمرت هاد الكيسان هادو ديال الشيكولا النصية، عمرت جوج والنص خليته احتياطي كامل، يعني الا جاتني الكيكة مازال خصها نزيد لها الطحين غادي نزيدو من هذا كامل باش ميم طون نلقى ديك الحبيبات نتاع الشوفان في الكيكة ديالي. عندي خمارة الزا لافاني وحدة ونص، وعندي جوج خمارات لوفيغ شيميك يعني الخمارات ديال الحلوى. نتمنى البنات هادي غزالة لقيتوها في السوق خدوها، ما كنديرلهاش اشهار وانما في سبيل الله، يعني انا كتنفخ لي الكيكات الا لقيتوها تبقاو تاخدوها. عندي جوج تفاحات محكوكين وواحد الخيزوية متوسطة محكوكة خضراء، تفاح خضر كذلك مثل ماشي طايب. مهم درت له واحد المعلقة ديال القرفة، ودرت له واحد الساشي ديال السكر البني. الكيكة ديالنا ديال اليوم خالية من السكر باش يكون في علمكم. عندي نص كاس ديال الزيت المائدة. عندي هنايا طحنت 9 ديال التمرات رقدتهم في الماء طايب مع نص كاس ديال الزبيب، كيف زق مزيان ورطب قطرته من الماء ونشفته وطحنته مع نص كاس نتاع حليب اللوز بدون سكر خالي من السكر. حنا اليوم كلشي بدون زيرو سكر، نتمنى انك تبقاو تشريوه. ها هو هنايا نو سوكر نو شوكر، يعني هنايا خالي من السكر حليب اللوز غير بوحدو. اذا هنا قبل ما نضربو خصني ضروري كنجي غير نحط البيض، ما نديرش تنشوفها واش خاسره ولا ما خاسراش باش ما نضيعش بقيه البيض اللي درت. اذا 4 بيضات، وغادي نديرو واحد الرشه نتاع الملحه. اذا الان ضربت شويه البيض ديالي مع الملحه، دابا غادي نزيد له الزيت نضربو بشويه بشويه وانتوما معايا. السكر اللي هو التمر والزبيب. قولي البنات قبيله كاين صحابني كنصور وانا مشالي الفوتو مشالي الفيديو الفوتو وبدا كيدير غير فوتو. اذا هنا خلطت كاس ديال الشوفان وهاد شنو شاطني من دوك جوج كيسان، سمحوا لي بزاف، ودرت معاهم لافاني قبل زدتو البيض لافاني. دابا غادي نزيد الخمارات نزيد خيزو بليتو التفاح وهذا، وديك الساعة نزيد الخمارات. دابا غنزيدو الخمارات البنات.
غادي نخلط مزيان صافي. وغنزيد هادو باش يجيو فيها باينين تمر وزبيب. دابا التفاح غادي يعطي الحلاوه مع خيزو مع التمر والزبيب، كتجي حلوه بلا ما تزيدي لها السكر. صافي كنظن ان القوام ديالها هو هذا. اذا غادي نديرو الفران يسخن وغادي نكبو في المول ونوريها لكم. شفتوا القوام ديالها كي جا البنات؟ نتمنى انكم تكونوا كتشوفوها. ريحه القرفه وريحه الجزر وخيزو رائعه، ما تفلتوهاش البنات الوليدات ديالكم. نطرحها وصافي غادي نردها للفرن. دخلت الكيكه ديالي في الفرن، عطيتها 45 دقيقه ودرت لها حراره 180 150 زايده، ودرت لها هنايا غير لتحت. شفتوها غير لتحت؟ اذا حيت غادي توجد غادي نوريها لكم. وها هي الكيكه ديالنا وجدتها البنات نتاع الشوفان الصحيه. انا زينتها على هذه الطريقه بالكيوي وشويه ديال البلوبيري وشويه ديال البرقوق الاسود، وهذا ما كان. والان غادي نقسم معكم واحد الطروسو وغادي نذوقوها جميع. درت لها شويه ديال الشوكولات البني، ومن بعد زينتها بالفواكه البنات. بغيت نوريكم كي جات. ها هي البنات غادي نذوق، جايه معلكه كانها مسقيه. بسم الله. رائعه البنات، وجايه حلوه وكانها مسقيه معلكه ورطبه. الانسان ياكل اون طارت اللي هي صحيه وخاليه من السكر. الناس اللي عندهم كيديروا الريجيم، الناس اللي صحاب مرضين الداء السكري، الناس اللي عندهم القبض، الناس يعني اي هذا يعني صالحة لكل واحد، سواء انسان مريض او ماشي مريض. ما عليكم غير لا تجربوها وتردوا عليا الخبر. يلا حبيباتي دابا نودعكم ونقول لكم مع السلامه.